نيلي، هو ايه اللي فوق راسنا ده؟ عارفة فيلم لعبة الحبار؟ ايوه طبعا، اهو ده الجزء التاني منه. هما عملوا منه جزء تاني؟ محدش قال اتفرج عليه ليه؟ ما هي انا مش بهزر، احنا تم اختيارنا من ضمن الناس اللي هتدخل لعبة الحبار الجزء التاني. قولي لصاحبتك انا بكرهك. مي، قولي اللي قالته بسرعة. انا بكرهك، انا مش فاهمة احنا بنعمل كده ليه. اللعبة لو شافت حد ما بينفذش اللي بتقوله هتقتله. مي، لازم تكوني حذرة ونفذي اي حاجة بتقولها. نيلي، انت ماسكة مسدس ليه؟ بطلي هزار. بس انا مش بهزر، اللعبة طلبت مني اتخلص منك ولازم اعمل كده. ايه؟ بس انا مش بهزر، اللعبة طلبت مني اتخلص منك ولازم اعمل كده. ايه؟ نادر، انت قتلتها؟ اللعبة طلبت مني كده. بس احنا لازم نتصرف، مش هنفضل نموت واحد ورا التاني. مي، نادر، شوفوا بسرعة، في اكل هناك بكمية كبيرة قوي وانا جعانة. يا ملك، هو ده وقته؟ ايوه، ملك معاه حق، لازم ناكل عشان نعرف نكمل اللعبة. بصراحة اعتقد ان معاكو حق، يلا نروح ناكل. ممنوع حد ياكل لمدة يومين. ايه؟ هي سمعتنا ولا ايه؟ مش عارفة. لا لا، مش هقدر، انا فعلا جعانة قوي. معلش، احنا لازم نستحمل. هحاول. ما تاكليش يا ملك، ملك ما تاكليش. بس انا كلت خلاص. نادر، نادر، ملك ماتت وانا كمان هموت. بتقول كده ليه؟ بأمرك تتخلصي من نادر. لا، اعملي اللي بتقوله، انا كنت هخالف كلامها واروح اكل، فكده او كده ميت، على الاقل يكون حد فينا فضل عايش. انا كمان ما عادش في غيري في اللعب. اصحي بقالي ساعة بصحيكي. نيلي على التليفون بقالها ساعة. نيلي؟ ايوه. وايه الجديد؟ ما انت كل يوم بتتكلموا بالساعتين. يعني مفيش حد مات؟ كان حلم، الحمد لله.